معنا على الهاتف أيضا للاطلاع على تفاصيل أكثر الأستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي. أستاذ محمد مساء الخير. اهلا بك يا دكتور، حضرتك اهلا استاذ لبنى. يعني الحقيقه اولا كان معانا السيد اللواء العصار امبارح وانا كنت اسمع في صوته فخر وثقه بالنجاح. الحقيقه النهارده كنتم اهل لهذه الثقه والصوره كانت مشرفه، وكنا كلنا في البيوت المصريه قاعدين بنشوف يعني مشهد رائع بكل المعاني. لكن اكيد حضرتك هتطلعنا على كواليس اكتر كانت موجوده منذ الساعات الاولى لصباح اليوم. الحقيقة فندم فعلا اللي مصر بتشهده على مدار الثلاث أيام النهاردة وبكرة وبعده حدث كبير نفخر به كلنا كمصريين من تنظيم لخروج حدث بهذا الحجم يمثل مصر بشكل كبير جدا ويعرف العالم كله قد إيه إحنا دولة قوية وقد إيه مصر بتعود من جديد. خليني أستخدم الجملة اللي سيادة الوزير استخدمها معاكم امبارح، مصر فعلا بتعود من جديد في المنطقة بتنظيم حدث بهذا الحجم. النهاردة الحقيقة كان يوم حافل جدا وخصوصا في الجناح المصري. سيادة الوزير الدكتور محمد العصار استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي السيد محمد بن حمد الباوردي، واللي أخذ جولة في جناح مصر وخصوصا في منطقة الإنتاج الحربي. كمان سيادة الوزير التقى وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية، وكوريا بتشارك خليني أقول لحضرتك بتسع شركات خلال المعرض، وكل الحضور وكل الوفود أشادت بالتنظيم الكبير والمنظم للمعرض. كمان وزير احتياجات الدفاع الكورية ناقش خلال اللقاء التصنيع المشترك ما بين مصر وما بين كوريا خصوصا في مجال الذخيرة والهاوزر. كمان سيادة الوزير التقى وزير التصنيع العسكري البيلاروسي، والعلاقات ما بين مصر وبيلاروسيا في مجال التصنيع العسكري هي قوية جدا، خاصة وجود لجنة صناعية مشتركة في مجال التصنيع العسكري. كان في لقاء هام جدا الحقيقه ختمنا بيه اليوم النهارده، كان مع نائب مساعد قائد الجيش لشؤون التعاون وصادرات الدفاع الامريكيه السيده آن كاتيردو. الحقيقه الحديث ده واللقاء ده كان مهم جدا خصوصا واللي بياكد خليني اقول قوه العلاقات المصريه الامريكيه في العديد من المجالات وخصوصا تصنيع الدبابه الامريكيه M1. طب عايزين نعرف بكره ايه الفعاليات، يعني بكره كمان هيحصل ايه؟ الحقيقة بكرة يوم يعني مليء بالمواعيد واللقاءات. بكرة طبعا أجنحة المعرض مفتوحة للزوار وللوفود المشاركة، طبعا 56 وفد مشارك. الجناح المصري هيشهد يعني سيادة الوزير غدا في تقريبا ما لا يقل عن 6 لقاءات أو 8 لقاءات على مدار اليوم، قابلين للزيادة بشكل كبير جدا. النهاردة تلقينا دعوات أو رغبة من شركات من 373 شركة المشاركة في المعرض برغبة في لقاء سيادة الوزير خلال فعاليات المعرض. بكرة هيكون في رئيس أركان الجيش المالي، السفير الألماني، عدد كبير جدا من الوزراء، وزير الإنتاج الحربي ووزير الدفاع السودانيان هيقابلوا بكرة سيادة الوزير، عدد من الشركات سواء روسية سواء ألمانية سواء فرنسية، والحقيقة أن فرنسا مشاركة بعدد كبير جدا زي ما 31 شركة بالضبط، وده يعني أكبر دليل على أن القوى يعني الدول القوية والدول التي لديها وتملك تصنيع عسكري كبير مشاركة بالفعل في المعرض. طيب الأول هل في نهاية المؤتمر هيبقى في فعالية ختامية؟ غدا؟ هو بكرة آخر يوم؟ لا لا مش بكرة. طيب آخر يوم بعد بكرة. بعد بكرة هل في نهاية اليوم أي فعاليات ختامية لهذا المؤتمر؟ هيكون في أكيد يعني فعاليات ختامية بتقول إيه اللي حصل ويعني بتحتفل بنجاح إن شاء الله فعاليات المعرض. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي.